علمكم ومعرفتكم يا مسلمين. اليوم المسلم يعيش في عصر من راسه إلى رجله الكل من صنع غيره، هذا من صنع نيوزيلندا، وهذا من صنع النمسا، وهذا من صنع أمريكا، وهذه من صنع سويسرا، وحذائي من صنع إيطاليا، ولباسي صوف جاي من بريطانيا. لا نملك شيئا في حياتنا يا إخواني. ليش ترفعون أيديكم في الصلاة وتقول اللهم أنصر الإسلام والمسلمين؟ ينصركم على من؟ على من تنتصرون؟ ليش يكون النصر بالجهلة؟ 30% من المسلمين لا يقرؤون ولا يكتبون، ما في جامعة في العالم نعتز بأنها جامعة تخرج العقول والإطارات التي تسير الدنيا. نحن ما لا نقرأ ولا يكتب، أنتم في يوم جمعة اليوم ويوم رأس السنة الميلادية، هل فيكم واحد قرأ كتابا؟ اسمحوا لي، لا نقرأ ولا نعلم زوجاتنا أن تقرأ، ولا أبناءنا يقرؤون. العربي يقرأ 0.79 كتابا في السنة، 3/4 كتاب، والياباني يقرأ 80 كتابا في السنة. كيف أكون أنا مثل الياباني؟ كيف أكون أنا مثل الأمريكي الأصل الذي تعلم أن يقرأ وتعلم أن يخطط وتعلم أن يباشر حياته بالدقة، بينما نحن نعيش بالعشوائية، أمة تعيش بالعواطف،